من جهة أخرى تسبب تعطل أشغال الجسر المضاعف بولاية جندوبة واللي انطلق في قبل ثورة 14 جانفي في اختناق مرور كبير وسط المدينة، هو ما دفع الأهالي لمطالبة السلطات المعنية بوضع حد لمعاناتهم اليومية وتعجيل في انتهاء الأشغال. منذ انطلاق أشغال بناء جسر مضاعف على واد مجردة في مدينة جندوبة أصبح هناك ضغط كبير واكتظاظ مروري خانق يعاني فيه خاصة سائقي التاكسي مدينة جندوبة. احنا رانا تعبنا ياسر من ناحية الامبوتياج هذا والسيركيلاسيون هذه، من ناحية قنطرة هك تشوفوا قنطرة قاعد تعدي بكرهبة بكرهبة، تعبنا برشا برشا برشا، وخاصة احنا التاكسيات في جندوب. على الطرقات مكسر، على التهيئة نتاعها، هذا المشروع شكوخ مزية منكم، عاونونا اخوي. عاونونا اخويا لك كذا، شوف النخل، شوف النخل واقف ما غادي على اليسار، حباسنا اخويا، حباسنا ما عادش نجموا تسعي. التسريع في اشغال بناء الجسر هو الحل اللي راوه اهالي جندوبه، خاصه انه المشروع متواصل عنده اكثر من 5 سنوات. تعبنا في الطريق، كل صبحه سيركيلاسيون، ما نجموش نخدموا، نجوا من كنا باش نرجعوا نجيبوا العباد نولوا نبلصوا، على خاطر نبقوا بالساعه باش نتعدوا 300 متر من سبيطار حتى لهنا. توجهنا للمدير الجهوي للتجهيز بجندوبة اللي أكد أنه إنجاز الجسر هذا باش يحل مشكل الاكتظاظ المروري ونسبة تقدم الأشغال فيه بلغت 40% وقريبا توفى الأشغال. إنجاز جسر أول اللي هو معناها نحن متواجدين على مستوى هتوى، من بعد تم تحويل حركة المرور على مستوى الجسر هذا وتم إزالة الجسر القديم وتعويضه بجسر ثاني، والنسبة الجملية اللي إنجاز الأشغال تو في حدود تقريبا 35% 40% تقريبا، إن شاء الله من المنتظر أنه في الأيامات المقبلة باش ننطلق في وضع العوارض اللي بجنبنا على في أماكنهم واللي هما باش يسهلونا باش معناها يحلونا الأشغال بأكثر سرعة، ومن المنتظر إن شاء الله معناها مع موفى شهر أوت إن شاء الله يتم وضع الجسر هذا تحت معناها حلال حركة المرور. هذا ورغم إنشاء الجسر المضاعف على واد مجردة إلا أنه لن يحل مشكل الاكتظاظ نهائيا، والحل اللي روه أهالي جندوبة هو إنشاء جسر على واد مجردة من جهة الملجأ الكحلاء.